طريقة إلى القائم الأول. جول جول جريندو، فعلها جريندو، هز الشباك محمد جريندو، سجد لله شكرا جريندو. محمد جريندو يرتقي بالرأس ويدع الكرة في المرمى. مهديان المصري بورسعيدي، أول أهداف للشوط الأول، وهذه المباراة الأخيرة في دور المجموعات من منافسة في المنتصف. محاولة مقطوعة رائعة جدا، هذا الفتى تسديدة، جول رائع. هذا الفتى هايل، انطلق قطع كرة كانت هجمة للهلال فحولها هجمة للبورسعيدي، ولكن لم يكتفي بأن حولها إلى هجمة، من هجمة إلى هدف. لهذا الفتى الرائع مصطفى علي، يقطع كرة في المنتصف، يعبث بالدفاع، يمر، يسدد قنبلة مدوية في مرمى الحارس يونس الطيب.